الله والعبد عبد الله وما دق أمر إلا وفرجه الله سبحانه وتعالى. الدنيا راها بخير، الأمال في الله بخير، إنسان ما يفقدش الأمال. أنا صافي، أنا هاد الخدمة ما تسرات ليا، أنا ما قريت، أنا ما وتبقى دايرها إلا فإذا زبدا فتوكل على الله. الإنسان يدير السبب. أنا أخوكم عبد المجيد راه ما كنتش هكا، ما كنتش شي حدايقي، ولكن الزمان والظروف والوقت كتلوع الإنسان. من شت راسي حتى أنا بغيت نبقى الله أكبر، هاني درت قوير بدا نضاكي به حتى أنا على كري. أي الزمان والضعف والله يكون في العوان، قول أمين. إيوا هذا راه زمان آخر، حتى أنت ولا الآخر ولا الآخر، دير كي قال المعلم، أعمل لنفسك قاموسا تعيش به أبدا. دير واحد القويل بيكون سليم اللي ما تضرش الناس، وعيش مع راسك بخير وعلى خير. إلى ما جاتك زرت جيت اخترت، كل فنجان ليه الله النصيب ديالو. ياك أسيدي، واحد بزار، واحد معلم، واحد أستاذ، واحد دكتور، واحد محامي، واحد كل فنجان ليه. كاين اللي كاع زام المسكين تا هو يضحك، والله يعفو عليه. أي اش غادي نديرو ليه؟ سكتو شوية ولدي الله يرضي عليك. إلا دار ليك الإنسان الخاطر ما تخسرش ليه خاطرو. وقاف وسكت، لا حقيت شاد حريقة راهي ديال الهضرة. إلا كنت أنا تنهضر لو تتكونو نتوما كتسمعو، حتى النكيدة كتوصل وبنادم تيستافد وتيضحك. أما إلا أنت بغيتي تهضر وأنا بغيت نهضر والآخر بغا يهضر، سير ها هما اش روح تيضرب، واخا تهضر كاع ما يسمعو. دو 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 راه الآخرين راه شي شيخات بقلاويهم راهم مالين. سير تفرج راهو، عمرك شتي شيخات يا وليدي بقلاويهم؟ راهو سير. شكون اللي قال؟ جامع الفنا، جامع الفنا وليدي الله يرحمه، جامع الفنا الله يرحمه، جامع الفنا مني كانت جامع الفنا. جامع الفنا راه ما سماوها الناس بجامع الفنا، راه سماوها الأدباء والشعراء، سماوها جامعات الفنون. علاش؟ كان الإنسان كيدخل في واحد الوقت الساحة جامع الفنا يجي من البادية، كما كنقولوا حنا دابا أمي كيتسالى بجامع الفنا. أضعف الإيمان كيلقى الفقيه تعاود على شروط الوضوء، كيوقف تسنط، كيتعلم يتوضا، ها كيدوز كيلقى الحكواتي تعاود، كيوقف كيتسنط. على الأقل تيولي تعرف شكون عيسى، شكون موسى، شكون إبراهيم، شكون هو إسحاق، شكون هو يعقوب. إلى دور غير ثلاثة السيمانات جامع الفنا كيتسوعى. أجي دابا دور ثلاثة السيمانات جامع الفنا، والله ما تعقل يبدا لقيت كرك شاده وانت تقول ما كاينه معنا. بلاش عارف كاع على راه شي بانيين ما تنعرفو شي، راه الزغبه ديالتي تمك نحسبها لك. اسمع، واحد الراجل عنده واحد البنت كتقحب، وجاو قالوها ليه، قالوا له الحاج راه بنتك تتحب اشرب. ايه جوج كلمات سكوت، سير بحال جوج كلمات. انا هضرت معاك عاود هاتي. عنده بنت كتحب، قالوا عليه الناس في الشيله، هنا هي هاد البنت عندك راه كتحب ياك؟ ايه. يا قبلت البنت دخلها للدار، شد عليها في البيت. البنت اش دارت؟ هزات التليفون، عيطات لصحابها، الو اللي بغاني يدوس من ورا الحيط، راه كاينه واحد تقبه تما، ميزير 400 وزير، دايره لهم واحد تقبه في الحيط، اللي جا كيدفع ليها 400 تتقادو ليه مع الحيط، شويه ولاو تيدوزو الناس، اش هاد الخلاوي تيحوي الحيط هذا ولا؟ واه عاقوا بها، قالوا الباب
هايا واش تي هذيك البنت اللي سديتي عليها في الدار راه دايره تقبى من الحيط وكيحويو هاد الدراري من الحيط ها ويلي هاي قال حاج دخل وقعد في داك البيت وتا يقلب دار قاعد تقبى ويقعد عداها شوية تتبان له 400 دخلات ويقبض 400 شوية تيبان ليه سب قايم دخل وهو يقبضو حاجي يا ولد القيمة كنت عيط ليها فاطمة جيبي الموس هاري الموس إلى لوالدك هاري الموس هاري الموس هاري الموس شوية تولى تقول هاري الفوطة والله إلى لوالدك هاري الموس أطلق ليه في يدي يا ولد القيمة لا باقي ما الموس ولا باقي الفوطة يمسحيني تخرج جابو فيه هاي هاي على وليدي علاش تنقولوا هكا باش نضحكوا مع الحباب ونضحكوا مع الخوت تسمع الا كنعوجوا الهضره ونخسروا الهضره راه باش نضحكوا ما تسحب كي بغيتي غير القوالب وكل بغيت ندير القوالب انا راه كاع مقبيله كل مشيت فحالي ها هما ياك تجيب لك الغبره وبارك عليك الشارع القدف اي المرأة تعتمي في الراجل ثلاثة المال والكمال والكبال ناكلوا جمع معك نعسوا دقاقا هاك شربوا قاليه باتاي سخون والحليب سخون والصباح قال لي مني تفيق ما تبولش تقبع قال لي بول في الكاس وشوف قال لي اش يخرج منك وإلى اليوم يا ولد الحباب انتي في الكاس الداخلة في الكوكوت راه في الكوكوت راه في الكوكوت جاي ايه واش بيه عليك القلاوي اصبر ما تقوك شوية القرفة شوية القلاوي هاك ايه ما نكون بوين داكشي والله الدواء اللي نبيع لكم بالرب المعبود ما عمرو باعوا لكم شي واحد وما شريش بابو راه بجناب الحيوط ياك عبد الله كاين بجناب الحيوط شيخ رياض كاينين هاد اليمن فيها الكرموس فيها العنب فيها كاع الفوافي ونحلف ليك بالرب الا العشو واش هادوك ماشي عشو وندك كتير مو رقي وقيل وقد تكري كبال ونجي نهند على امك هنا المانينا قص سريع القلب على ود الحبال المغاربه فيهم المانينا يا ما تبع شي مغربي حر لا ما يسمعش كوكتايت قلقل شوف المانينا قص كيدين ونهند على امك تانا هاك هذاك تيقول لك شربهم لي تويت ناس انا نقول لك خويا العمل هذا كيتفيق استعملوه على الريق اه باش غير تستعملوه على الريق وراك غادي تقيا ايه على اللي واكل الاخر ما يتقيا يتقيا ولا ما يتقيا الحال ها آه الراجل واكلو ها هاي راه هاد القلاوي اللي بغيتو غير القوال ما باش بنادم يقول لك باب الله ويضحك معاك وكذا 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 كتجيك شكال اه واعرة كتشدو هبل بالحيلة اه الحيلة والقوال ما باش تتقبضو يا سيدي والله العظيم وكبير الشاهدين هو ربي وانا كبرت في مراكش ودست في مراكش وولد البلاد ديالكم وانا احنا الحمد لله كاع خوت المغرب كامل ماشي دا المغرب كل الكون ديال الله اللي خلق الله كما قال واذا كنتو اعداء بيهود او نصارى الله تعالى جعلنا اخوان بنعمته راه نعمه وحده تانا كل شيء حتى يقول لي الطعام اللي تشاركنا قالوا ناخذ خريطو كادرة خاوية يدير بحساب الملحة هذي يدير بحساب الغضري هذي يحوي كولا تقحاب دارا نكويتها الخرى تالي قولها ولا نسكت سارة لها مقرر المعلمات لا يسكت خليه 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 لا خليه خليه هذا كرا أنا تنعرفه مني بحنا جاي كبر مجمع لبنا خليه أنا تنعرفه ربو حشومة ما تنبيش نقلقهم وتنكبر بيهم تندير بحسابهم حيت انا هاد الدراري الصغار والله العظيم راه كنقولها لكم شحال من مره هاد الدراري الصغار راه عندي معاهم الحسنه وخا ما تيعطيوني الفلوس ما عرفتوش هاد الحسنه ديالها دابا دوات العشاء وفات العشاء باه مسكين خدام مع التاجرون جا عيان ما يدير شي محيويه مع المراه الدراري مسطعين ليه كرو تيقول هنو تا وليدي سير الجامع البنا راه مشيت باقي مكسر نوض نوض دابا با تا يحوي فمو وانا راني ملاهي الدراري ولاد القحافي ها شات الخدمات القداوي اللي عندي انا في دايره اسير وليدي راه غيكون باك حوا اه ولاد القحافي بسم الله الرحمن الرحيم والله وعلى
الدراري كثر ديما في الخطأ. واحد راه عنده قسله ديال الاولاد ورمضان شوف دابا هذيك اللي دايره وبغى يدير مسكين شي محاويه مع المراه. وقال المراه كيفاش راه فين نديري شي محاويه؟ قالت له المراه ودي اش غادي ندير لك؟ راه الدراري تيشربوا الحريره وتيبقاو قاعدين، اش ندير نجري عليهم؟ اش ندير لهم؟ الدراري لا تيقعدوا. ايوا قال لي اش ديري؟ غدا ان شاء الله ديري راسك بحال كتبردي الحريره، الحريره غادي تخوى عليك. نوض انت يا سيري تجري الكابينه، انا غادي نتبعك ونديرو شي حويه تما ما شافنا حد. قالت ليه المراه واخا. قال غديه المراه تتبرد الحريره، تخوات عليها الحريره لا تجري الكابينه، اتبعها راجلها. ما ينوض واحد البرهوش من ولادو وهو يتبعو، هما دخلوا للكابينه هو ولد القحباطه يطلب من الشقه. وعلى محل لقى الوليد كيوصل الحريره، جا قعد مع خوتو سكت ما هدر. الغديه تاني دوات المغرب عطاتهم هم زلافه 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 لواحد الحريره، واحد خوه كبير شاد الزلافه وكيدير بالمغرفه ويقول له داك خو الصغير هايا عندك تخواليك الحريره رايح ويكبا. كضحك انا لا تخوات عليك راه نحوي كادا اجمع كرك هايا جوج حويات اخرين في الخميسات الحمام الصابون البلدي شامبان العصير ديال الافوكا على مود القحبة الله ينعطف مود القحبة قال لي على مود القحبة أولاد القحبة هكا دايرين ليا هذا ونسناس ديما حتى المسناس ما عليك ما يا سيدة عندو السم مود القحبة عطاه ناقصة ناقصة عندو مود القحبة ديما ولد القحبة يا سيدة يا ناقصة وانا اللي درت لكم على السبونيت وهذه انا سجلتها قبال عارضكم بغيت تقولوها وقلت لي قال الله ينعربوا الطبون الله الله ايوا كل شيء زين الرحمة في مولانا الكالي نعم شحال دابا دابا الا باقيش تقول لي عاود لينا ديال الزوام دابا جي الحقيقه وكلها قدام الناس قول لي عاود لي على راسي ما فيهاش مشكل دابا قول لي اخويا المجيد عاود عليا وانا غادي نعاود عليك مصيبك على مع هذا القليل الليله لقيتي شي حليقه مشابعه بلا بحال هادي شي خرا عليا هاكا دور 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 جاش باقي تلقى شي حلقه فين والله ما تعرف تكون كاع واكل اللوبيا توقف عند هاد ولاد القحب دغيا تهضمني اش هادي ملي سولناه قال لك لا راه التراد زبي هذاك ماشي التراد اجي تسمعوا تاني واحد خينا فرنسا وجا كونجي للمغرب سير يا وليدي سير عند ماما سير الله يرضي عليك يا وليدي سير جا كونجي لهنا للمغرب من فرنسا عرفتي دابا من تيجي شي واحد عندنا حنا من فرنسا زعما كيتجمع عندو الناس كيمشيو عندو الناس مشى عندو صحابو جالسين معاه ما يتقيش شي واحد قال له وليدي كي دايره فرنسا تا حنا ما كرهنا نمشيو لفرنسا قال له هذاك اودي كاينه واحد القاوريه راه قال لي الا كان شي واحد في المغرب عنده شي زابه مليحه يدير لي جوج صاور كولور ويصيفطهم ليا وإلا كان داك الشيء هو هذاك راه غادي نصيفط ليه الوراق يجي لفرنسا قال له اودي كاين كبور جابوه قال له ايه قال له كاين قال له سير عند شي استديو دير لي جوج صاور كولور شاق شاق
داروا لي تصاور الزوات البرا صيفطوا للقاولية، القاولية دارت تصاور ها داكشي اللي بغات، صيفطات له الأوراق باش يجي لفرنسا. عرفتي ديالنا ولاد القحاب هي البوكرين ما خداو تا بلاد، مشاو عند النصرانية. ومدام واحد يكرك راه المغاربة تيديرو تصوير هاويلي تا بالزبوبة، قال لها وي مدام كيفاش؟ قالت له قال لها يقدر يعطي النحل يقرصو. ولاد الحرام قالت له انا غير ينزل المطار نزلت ليه السروال نقلب، إلا لقيت الأمانة بحال تصويرة يجي بحال هادو، لقيت الأمانة ماشي بحال تصويرة غادي نصيفطو بحال هادو. يا قلت لك خونا في الله غي نزل لفرنسا، عرفتي داك البرد والتلج ديك البركة تكمشات، مادام سرحات عليا مع تصويرة ياك ما كانتش أنا؟ أه مادام سرحات عينيها مع التصويره دارت ها، قالت له انتم المغاربه كتصوروا حتى الزبوبه حتى هما، سير راني سير دبر كرك يلا. زاد تلقاو ليا فحال اخونا في الله بقى مقطعين به الحبال بفرنسا، تلاقى بواحد المغربي قال له عبدي اوقع ليا واوقع ليا واوقع ليا، قال له عبدي اش هدير؟ سير عند السفير وشكي ليه وعاود ليه الحقيقه، راه غادي يعطيوك البيه ديال الطياره بعدا باش ترجع لبلادك لا تبقى تعتكر فينا. مشى عند السفير خاد معاك، قال له بدي اوقع ليا واوقع ليا واوقع ليا وهاد التصاور، ودابا الامانه حيد لنا داكشي، راه قلنا لكم ما تسجلوش اصاحبي، راه قلنا لكم قبيله ما تسجلوش، راه هذا اللي تيصور راه ديالي انا الفيديوهات ديالي، انت باقي تصور لي شي قلب نمشي نسيب في ريميريك ذاك الخرا درو، واه تشاورتي معانا هذيك راه أكبر قباحة بعدا إلا ما فراسك، هو الإنسان تجيو تسجلو ولا تصورو وهو ما حلمتيه ما تقلو، راه يمشي معاك للحبس، وأنا تنوريكم الأدب تاني تعلموا لي شي شوية. دخل عند السفير بدا كيشكي عليه، السفير حارف المشكل، شاف هاك شاف هاك، قال له ودي حل الواحد اللي كاين عندك. قال له شنو هو؟ قال له هادي دير ربعه ديال التصاور كولور لزكوك صيفطهم لمراكش، فرنسا دخلك زباك مراكش غادي يدخلك زكوك صافي ما كاين، انت تضحك قالوا لك التصاور هاك اللي يديرو. يا راه نقلب لكم تاني على شي وحده اخرى تكون تاني تكون زوينه، وإلا تنكونوا غاديين بخير وعلى خير تتلقى بنادم تيني رفيق، سبحان الله العلي العظيم. غادي نعاود لكم وحده تاني، هذه وقيله حتى هي ما عاودناهاش، راه هذه هي الحلقه، إلا بغيتي تعرفها كاع سير الانترنت ودير بوانكم بوانكم خباركم شكون اللي حواكم، غادي تلقى هاد الحلقة هادي هي حلقة اكس اكس، يسولك شي واحد فينا هي حلقة اكس اكس هي هادي، ويجي لك الساعة مرحبا بك. واحد خينا كان تيدير الحلقة بالحمار، كاينين شي رجال هنا كبار عاقلين عليه، كان هنا في مراكش كيدير الحلقة، عنده واحد الحمار كيهضر معاه وداك الحمار كيتصنت ليه، موت كيموت، سبعات الحزقات كيطلق سبعات الحزقات، زعن زعن زعن، هنا هنا في مراكش سول بحال هذاك الراجل راه يعقل عليه، سول ناس أخرين عاقلين عليه، دابا ملي كان جا لقط لمراكش قالوا لهذاك الحمار قالوا ليه ما باقيش تخدم عندنا هنا في جامع الفلا، الحمار كيدير الزبال ودوك الفلاتق وداك الشي فين كانوا تيقعدوا البهايم ما بقاو في مراكش، الوقت غالية في النظافة، هز مسكين داك الحمار ديالو
وشا واحد لاير كانت ستاسيون الباكو وداير فيها داك الحمار اللور وكيخرج كيخدم به في السواق الاربعاء الخميس كدا غادي في هاد السوالف دكالة شحال من مرة تلاقيت معاه مشينا مشاوفو اي واحد النهار داير داك الحمار في الهير كانتو غادي لواحد السوق جدارمية دايرين البراج كتبان ليهم الهير كانت متقلا هما يحبسوه اي وقف هنا هذاك وقف اش داك الشيء مشرجل في هذيك الهيركات كتبان لينا ثقيلة قال الشاف راه غير الباترون الشاف كيفاش الباترون الباترون تيديرو الناس القدام قلت داير الباترون لور حل اخويا نشوفو هاد الباترون هذاك حل ليهم الباب وهذاك الجدارمي لقى الحمار هو عيط لداك الجدارمي صاحبو قال له شو هاد الشاد ود القحبة قال لي ليش مشرجل قالك الباترون شو الباترون كي داير شو هذاك تلقى له هذا راه حمار قال له سيدي راه هذاك الحمار هو الباترون ديالي راه انا وياه كنديروا الحلقه قال له كي تديروا له الحلقه قال له طال هضر معاه وتيهضر معايا تيفهمني قال له ورينا نشوفوا كي تدير انت وياه وادير في الحمار ها وقف واسكت وقف واسكت راه كاين هنا اللي تيعرف يحويك واقف وساكت اش كتعرف تهدر انت وياه كي تديرو لهاد الهدرة هذاك دار في الحمار ها وهو يقول الحمار قال له هادو راه جدارمية هو يدير ليه الحمار ها قال له الشاف راه كيعرفكم اه فعلا انت يعرفنا واش اخر ها هو يقول الحمار ها قال له هاد الجدارمية راه باو شي 400 قال ليه الحمار يا قالوا الشاف راه هذا المعلم ما تيعطي الرشوة قالوا ما تيعطي الرشوة يا شتي السي هذا الحمار من انت كتهضر معاه وتيتصنت ليك وكتصنت ليه الى انت دويتي مع هذا الحمار وقلتي ليه قيم وقيم انت حمارك وسير بحال شتي الى قلتي لهذا الحمار قيم وما قيم غادي نديو القحبايب ماك واحد زهور الحبس وهاد الحمار غادي نديو للحديقة ياكل موش السبع هاد الليلة وهاد الهيركات غادي نديوها للفوريان يا الله يا واد تخير دابا مع راسك الاخر تلفات بيه هو يجي عند الحمار ودوا معاه يفوتني ما عرفوهاش قال ليه الحمار واقف ما بيه ما عليه تدار والله الا قال له ولد القحبات هو معاه وقيم اش قلتي لي اش قلتي لي قال له اش شرف لينا ما خلينا قال له عليك لا مال ما تخاف اش قلتي لي قال لي بدا الشاف راه قلت ليه ها واحد جوج ديال الزوامل واحد ليا وواحد ليك يوم الحمار تا واحد يحوي الزوامل الله يرحمه يوقف عيد وسكت وهذا وليدي ومرحبا بك شوف دابا هاد الدجاجة البلدية شوق عليها مع الدجاجة الرومية هادو هي الحيوانات بيناتهم الدجاجة البلدية صابها مبيضة عرفتي الدجاجة البلدية إلا بيضات قا 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 دارت فيها الدجاجة الرومية قالت لها والله إلا صدعتينا كرنا واه كاع قلبتي الدوار وانتي مبيضة مبيضة قلت لك ورقي ووقع إلا داوها السوق تتباع غا ب 10 ريال قالت لي أنا راه تنبيض بيضة قد هكا وتيبيعوها ب 14 ريال وكاع ما كنغوت قالت لي هاد الدجاجة البلدية ويلي يا خويتي انت بغيتي نوسع انا كري على 4 دريال هادو راه الحيوانات تا هما عندهم المشاكل والله الا عندهم تا هما المشاكل هادا الفيل في الغابة كيخرا كيدير بالخرطوم ديالو ها كتبان ليه قنية تيهزها
الأرطباء والنقابات يسميها أرطباء. في الماء تزيل في الماء أخرى تهز قنية واحد النار قنية قالت لي وما ودي دابا هاد الفيل راه قهرني فوق تما أخرى تيمسح بيا كرو. قالوا لي سيري دعي عند السبع والسبع راه غادي يحكم عليك انت وياه. مشات عادو عند السبع وحكم عليه السبع أست شهور يمسح بالقنبوت. تخيلك سكر في الجبال هكا حقارة ولا تخاف تو هاتا واحد اليهودي واحد اليهودي كان يتخاصم مع واحد المسلم. هذا بعد ذاك المسلم كيقول ذاك اليهودي انتم اليهود الدين ديالكم خايف. اليهودي تيقول المسلم شتا انتم المسلمين انتم الدين ديالكم خايف لا انتم دينكم خايف لا انتم. قال ليه ذاك المسلم هيا ندير انا وياك واحد القضيه زوينه. قال له شنو هي؟ قال له هات شوف انت نعس انا غادي نسمرو فيك الى غوتي ادخل الدين ديالنا الاسلام وانا غادي نعس وانت سمرو فيا الى انا غوت انا ندخل الدين ديالكم كليهود. قالوا اليهودي وتسبق ليا. قالوا المسلم انا نسبق ليك. قال زين ناس ذاك المسلم يا طلع فوق اليهودي يا عرفتي اليهودي خدام تيكسيري يا المسلم صابر على حق الاسلام. اي صابر وليدي كيجاهد مسكوك وجاهد مسكين في سبيل الله ما غوت ما والو اصبر شويه اليهودي كمل. قالوا المسلم ساليتي؟ قالوا سالين. قالوا ياك انا ما غوت. قال لا. قال يلا تقعد انت يا اليهودي غير تقلب لهذا الشيء هبط السروال شويه ضربات الطوقيده هو يتقلب وراه. كيلقى ذاك المسلم جابد واحد العتله وشاف هذاك اليهودي ويقول لي اشهد ان لا والسعود القحبه المسلم ديالنا عرفت اش قال لي؟ وقال لي راه الاسلام خاصو يدخل القلب. وضحكت يا وليدي الاسلام وصل لك لعندك اليوم.